أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرضى العفن البني في البطاطس أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة التي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي بلغت نحو 886 ألف طن بإجمالي عدد عينات نحو 34 ألف عينة، من بينها نحو 174 ألف طن تمثل 6674 عينة تم فحصها خلال شهر مايو. وأشارت بلابل في بيان لوزارة الزراعة وفقا لتقرير رسمي استعرضت خلاله إنجازات المشروع إلى أن إجمالي المساحات الخالية من العفن البني في البطاطس بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن نحو 642 ألف فدان، كذلك بلغ إجمالي المساحات التي تم صيانتها نحو 7234 فداناً، كما بلغ إجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية نحو 68 ألف فدان، بينما بلغ إجمالي مساحات العروة الصيفية نحو 36 ألف فدان، وذلك حتى نهاية مايو الجاري.